وللوقوف على آخر التطورات في الغوطة الشرقية ينضم إلينا من هناك مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، مرحبا بك. بداية، ضعنا بصورة آخر الخروقات لاتفاق تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية. نعم، أصلا اليوم في الحقيقة قوات النظام حاولت التقدم من محور عين ترمة مدعومة بعدد من الآليات. استطاع ثوار فيلق الرحمن من التصدي لهذا الاقتحام. طبعا حصلت بصواريخ ارض ارض من نوع فيل، كما قنابل مثيره للدموع تم القاؤها على تلك الجبهات. طبعا تواردت اخبار عن استهداف المنطقه بغازات سامه، تم نفي الخبر من قبل فيلق الرحمن كما طبيه جوبر وطبيه عين ترمه انه لم يصلهم اي حاله اختناق بغازات سامه، وانما كانت نتيجه القصف بصواريخ الأرض أرض واستخدام النظام لقنابل مثيرة للدموع. أكثر من 40 صاروخ أرض أرض تم استهداف مدينة عين ترمة اليوم بهم، ومحاولة اقتحام هو خرق من الخروقات المتكررة على جبهة عين ترمة ومدينة عين ترمة منذ بدء اتفاق وقف القتال نعم. على هذه الجبهة وحتى اليوم. طيب منصور، هل صدرت أي ردة فعل من الفصائل على الجانب الروسي ردا على خرق قوات النظام للاتفاق؟ طبعا لم يكن هناك رد، وانما صد للمحاوله التي يحاولها قوات النظام من اقتحام المدينه، ولكن لا يكون هناك رد كما يروج له من قبل النظام، مثل استهداف مدينه المعارض. كما شاهدنا فيلق الرحمن اصدر بيان استنكار لهذا الاستهداف واتهم به النظام، الذي من المؤكد انه هو من قام بهذه الفعله لاتهام الثوار باستهداف أحياء دمشق أو مدينة المعارض أو أحياء موالية له. طيب، حدثنا عن موقف الأهالي في الغوطة من الهدنة، كيف هي أوضاعهم المعيشية الآن؟ طبعا الأهالي في الغوطة الشرقية ومع إعلان اتفاق وقف القتال وعند ذكر بنود الاتفاق، كان هناك تفاؤل بعد سنين حصار والألم والمعاناة التي مروا بها من قتل وقصف واستهداف ودمار وجوع. ولكن مع تكرار النظام بإقامة هدن وخرقها وإقامة اتفاقيات دولية وغيرها محلية وعدم التزام النظام بهذه الاتفاقيات، جعل الأهالي لا يثقون بالتزام النظام، وحتى اليوم البنود لم يتم تنفيذها على الأرض، لا فتح المعابر حتى وقف القصف. كما ذكرنا اليوم النظام يخرق الاتفاق ويقصف عين ترمة بأكثر من 40 صاروخ أرض أرض كما يحاول اقتحام الجبهة، أي أن النظام لن يلتزم بهذه الاتفاقيات، ويريدون ويطالبون المجتمع الدولي والضامن الروسي بالوقوف موقف الضامن حقيقة نعم وتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في جنيف أو في القاهرة. نعم أشكرك كثيرا، كنت معنا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير.